أهلا بكم أحبائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج رأيي. من المفترض أن ينحاز الفنان دائما للحرية، للعدل، للخير، للحق، تلك القيم التي تتجسد في كثير من الأعمال الدرامية، إلا أن الواقع مختلف تماما في العالم العربي، إذ نجد بعض من الفنانين يعلنون عن دعمهم للأنظمة الدكتاتورية. هذا ما ظهر جليا في الأراضي المصرية، حيث انتشرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر بعض الفنانين يعلنون دعمهم لنظام عبد الفتاح السيسي، ويطالبون المصريين بالنزول للشوارع من أجل دعم النظام، بل إنهم أيضا يهاجمون المتظاهرين الرافضين لوجود النظام ويتهمونهم بأنهم يريدون إحداث حالة من الفوضى والتخريب في الشارع. حول هذا الموضوع أحبائي المشاهدين، يسعدنا أن ينضم إلينا الآن الفنان المصري القدير الأستاذ وجدي العربي. أهلا بك يا أستاذ وجدي. أهلا أستاذ علاء، مرحبا حبيبي. أهلا بحضرتك، كيف الحال؟ نحمد الله ونشكر فضله، في نعمة والله. الحمد لله. بداية قبل أن نتحدث معك حول هذا الموضوع، دعنا نشاهد مقطع الفيديو هذا والذي يظهر فيه مجموعة من الفنانين وهم يعلنون عن دعمهم وتأييدهم لعبد الفتاح السيسي، ويهاجمون المعارضين ويتهمونهم بأنهم خونة للدولة المصرية. دعنا نشاهد أستاذ وجدي. جاي استنوني عند المنصة، هنزل تأييد للجيش وللشرطة ولسيادة رئيس الجمهورية، وأغني لكم أغنية جديدة، ألبوم فوقش الجديد، مش هتخرب تاني، مش هتخرب تاني فوقش. مستنيكم يوم الجمعة عشان ننزل كلنا ونحتفل بجيشنا ورئيسنا وتحيا مصر. محمد، يا أهل مصر الطيبين، علشان خاطر مصر وجيش مصر وشرطة مصر وشعب مصر ومستقبل أولاد مصر ومستقبل أحفاد مصر، نتقابل يوم الجمعة الساعة 4 علشان مصر. مساء الخير عليكم. يوم الجمعة اللي جاي إن شاء الله في ناس كتير وطنيين هيتجمعوا عند المنصة في مدينة نصر لدعم مصر ودعم الجيش المصري. أنا الحقيقة هكون واحد من الناس دول، وهروح وهدعم بكل قوة، وههتف تحيا مصر، وههتف للجيش المصري، وهدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي. يلا كلنا نتقابل الجمعة الجاية عند المنصة في مدينة نصر عشان نقول للعالم كله ان احنا مع رئيس مصر وجيش مصر. تحيا مصر. احنا يوم الجمعة نازلين عند الناس بالتذكاري في شارع النصر عشان نقول للعالم كله ان احنا الحمد لله بلد الامن والامان. انا هنزل يوم الجمعه الجايه دي فنجان الشهيد هشام بركات عشان اقول لكل العالم ان مصر مترابطه واقفه ورا قيادتها ومحدش يقدر يهزها، وبدعوكم انكم تنزلوا معانا. بناشد شعب مصر العظيم انه ينزل يوم الجمعه الجايه باذن الله امام النصب التذكاري فنجان الشهيد هشام بركات. بسم الله الرحمن الرحيم. لكل واحد يحب مصر وبيحب استقرار مصر وخايف على استقرار مصر، ان شاء الله احنا يوم الجمعة بعد العصر ان شاء الله على الساعة 4 في ميدان الشهيد هشام بركات ان شاء الله. صباح الفل على كل الشعب المصري الجميل. انا بكلمكم من لبنان وراجع على مصر باذن الله، ومستنيكم باذن الله كلكم يوم الجمعة الساعة 4 عند النصب التذكاري، وقفة كلنا بنأيد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. يلا بينا نتجمع كلنا يوم الجمعة اللي جاية عند المنصة في مدينة نصر عشان نقول للعالم كله إن إحنا مع مصر وجيش مصر وشرطة مصر ورئيس مصر، وتحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر. كلنا مع الاستقرار، كلنا مع الجيش المصري، كلنا مع مصر، كلنا مع سيادة الرئيس. نازلين الجمعة كلنا نأيد الجيش المصري وسيادة الرئيس لبناء مستقبل أفضل لينا ولولادنا بإذن الله. يوم الجمعة الساعة 4 العصر بإذن الله
عاملين تجمع في حب مصر. بسم الله الرحمن الرحيم. ادخلوا الى مصر ان شاء الله امنين. مصر بلد امن والامان. مصر اكبر من اي قزم حقير عايز يهدد امنها وامانها. انا بدعوكم جميعا للوقوف خلف مصر يوم الجمعة الجاية عند نصب التذكاري الساعة 4 العصر. بص انا فاهمكم حاجة، احنا لو كلنا ما كناش يوم الجمعة عند المنصة في مدينة نصر ونشوف المفاجآت اللي موجودة ونوري العالم كلنا احنا مين وريس وجيشه وشعبه وقدام العالم كله هنوري الناس كلها احنا مين. انتظروني عبد الظاهر السقا ان شاء الله يوم الجمعة الساعة 4 عند النصب التذكاري في ميدان هشام بركات لتدعيم مصر وتدعيم رئيسها وتدعيم شعبها، ونقدم احتفالية تليق بمصر والعالم كله يشوف قد ايه احنا بنحب بلدنا وبنحب رئيسنا وواثقين فيه، وان شاء الله بلدنا دي هتبقى احسن بلد في العالم. ان شاء الله في انتظاركم يوم الجمعة القادم ان شاء الله عند المنصة علشان نحتفل مع شعب مصر ونقول للعالم كله ان احنا مع جيش مصر ومع رئيس مصر. تحيا مصر. كلها تنزل يوم الجمعة الجاي عند المنصة في مدينة نصر والناس كلها تشارك عشان نوري الناس كلها والعالم كله ان احنا مع رئيسنا العظيم وجيشنا المحترم الكبير. يلا كلنا نتقابل يوم الجمعة عند المنصة عشان نقول ان الرئيس والشعب والجيش قدام العالم كله. تحيا مصر. وعشان اروح الجزائر وتونس والكويت ولف العالم واسبانيا ولندن وفرنسا عشان اروح البلاد دي كلها. الحمد لله بفضل الله وحضرة النبي وبفضل ان عندنا جيش مصر العظيم وعندنا شرطة مصرية، فعشان اسافر واسيب ولادي سايبهم في حمى ربنا وحضرة. شاهدنا وياكم احبائي المشاهدين مجموعة من الفنانين وهم يعلنون عن دعمهم لعبد الفتاح السيسي ويحشدون له في ميدان هشام بركات، وهو ميدان المعروف لدى المصريين برابعة العدوية، كما أنهم أيضا يحشدون سابقا للنزول أمام النصب التذكاري في طريق مدينة نصر. كيف تابعت هذا الفيديو أستاذ وجدي العربي؟ والله يعني أستاذ علاء يعني اسمح لي، أنا في وجوه كتيرة أول ما عرفهاش يعني أو اتغيرت أو معالم الزمان طرقت عليها أو تضاريس غيرتها، لكن أنا اكتشفت أن الأخ صبري عبد المنعم والأخ طارق يحيى، أنت على فكرة مش فنانين بس، ده فنانين ورياضيين يعني. وكابتن عبد الظاهر السقا اللي لولا قال أنا عبد الظاهر السقا أنا ما كنتش عرفته. والشيء المفاجئ جدا 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 الكابتن عبد الحميد بستوني. فعايز اقول لحضرتك على حاجه، يعني للاسف الله تبارك وتعالى يقول ويمدهم في طغيانهم يعمهون. فكل الناس دي مسؤوله عن الدم الذي اريق في رابعه والنهضه ويوم فض الاعتصام. ومن اول ما بدات الحاله بدات وقالوا احنا شعب وهم شعب، لينا رب ليهم رب ولينا رب. كويس. وقالوا بقى تسلم الايادي، تسلم يا جيش بلادي. انا مش مستغرب عن الـ على الـ على الـ على الاولاد الصغيره او الجيل اللي موجود اللي انا ما اعرفش اساميهم كتير ايه، انا بستغرب على الاجيال الكبيره اللي منهم صبري عبد المنعم اللي اكبر من عمري وهو ذاق الويل تلو الويل في هذا المجال وفي من هذه ومن بطش هذا الجيش اللي يقول لك الجيش واحنا ورا الجيش والرئيس والمش الرئيس والشرطه في ايه؟ نعم في ايه؟ انتوا نازلين بالامر ولا انتوا نازلين بتحرككم قلوبكم انكم تعملوا كده؟ في كلا الحالتين انتم مذنبون. انتم مجرمون اللي يعمل كده. وكل ده والله يا جماعه صدقوني يا صبري يا عبد المنعم انت وكل من هم في جيلك كله بيموت، والله العظيم كل بيموت. وبعدين الموت بقدر الله سبحانه وتعالى ما بيفرقش ما بين عيل شاب طفل عجوز، في ناس كتير قوي معمره لغايه دلوقتي.
عندك رشوان توفيق، عندك عادل امام، عندك عزة العلايلي، عندك عبد الرحمن ابو زهره، عندك احنا جيلنا يعني برضه نعتبر احنا مش في عمرهم، بيني وبينهم يمكن حوالي مثلا 15 سنه يزيد يقل. لكن عايز اقول لك الاجيال دي، الاجيال دي الناس بتموت والناس بتقع مره واحده بتسقط مره واحده. كيف لكم يا اخواني يا احبابي يا زملائي يا اهل الفن، يا من عشت معكم عمري كله، كيف ستجدون هذا امام الله؟ كيف ستبررون كل هذا؟ وقفتكم هذه امام الله تبارك وتعالى، انتم مسؤولون، والله انتم مسؤولون. والله تبارك الحق تبارك وتعالى يقول وستكتب شهادتهم ويسألون. انتوا ايه ما بتفهموش؟ انتوا ايه ما بتفهموش؟ بتلموا بعض عشان تنزلوا؟ يا اخي يا استاذ علاء، ده انت عندك ناس ماتوا مدنيين وجيش ماتوا في نفس اللحظة، وهم كمان مستمرين يعملوا في نفس اليوم الصبح، ودول بيعملوا الحفلة بعد الظهر. نعم أستاذ وجدي، أيضا الفنان محمد رمضان كان حديث مواقع التواصل الاجتماعي إذ قام بإنتاج أغنية تحمل اسم هم عايزينها فوضى، في إشارة للمتظاهرين الذين نزلوا بالأمس للشوارع رفضا لنظام عبد الفتاح السيسي، فكيف تابعت هذا الأمر؟ عايز أسأله هو أساسا يعني إن من الذي حول بلدنا إلى فوضى؟ هل هم الناس المتظاهرون الذين نزلوا بالأمس ونزلوا الأسبوع الماضي ولن تتوقف مسيرتهم أبدا، المطالبة بالحرية والمطالبة بمحاكمة الخائنين؟ هذا أمر طبيعي، حقي أنا كمواطن، دي أرضي، أبيع أرضي وبيع العرض واستبيح العرض وأعتدي على الحرائر وأعدم الشباب، في إيه؟ في جاي انت يا محمد يا رمضان؟ ومين اللي خان؟ انا اللي خنت؟ مين اللي اعتدى عليا؟ انا اللي اعتديت على حد ولا هو اللي اعتدى عليا؟ مين؟ ما كانت الدنيا كلها ماشيه كويسه والبلد كانت هتمشي بالاخلاص وبالامانه وبكل واحد مكانه والجيش على الحدود يحمي هنا ويحمي هنا ويحمي هنا، لكن ابدا نحن لا نريد ذلك. نحن وللاسف انا بقول لهم اذا كان واحد منكم بينزل تاني بينزل تحركه قوة بالقهر أنت تستطيع أن تقول لا، لأن في ناس كتير ممكن تقول لا وقالت لا، إنما أنت نازل بقلبك خلاص اشرب اشرب، ده أنت هتشيل شيل أمام الله، الدنيا كلها مش مستحملة والله يا علاء. صحيح أستاذ وجدي، دعنا نأخذ رأيك في هذا الفيديو وهو للفنان محمد رمضان، ولكن أثناء ثورة 25 من يناير وهو يقوم بتوجيه كلمة للثوار هناك في عام 2011، دعنا نشاهد هذا الفيديو. بسم الله الرحمن الرحيم. فتحة إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لعن الله قوم ضاع الحق بينهم. يا شباب مصر، إحنا كلنا هنا بندافع عن حق 80 مليون مواطن مصري، فإحنا وجودنا هنا مش عشان إحنا بس، عشان الناس اللي المعاشات زادت بسببنا. احنا عندنا سلاح ربنا عز وجل هو اللي خلقه لنا، ربنا ميز شعبنا عن اي شعب ثاني في الدنيا، ان مصر ربنا ذكرها في القرآن اكتر من السعودية، اكتر من البلد اللي اتولد فيها الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. مصر قوية بشعبها مش بحكمها، احنا عكس اي دولة في العالم، اي دولة بتنجح بسياستها وبحكومتها، احنا بننجح بشعبنا، شعبنا اللي بنى السد العالي، شعبنا اللي مات في حفر قناة السويس. احنا المفروض رئيسنا ما يبقاش اسمه رئيس جمهورية مصر العربية، المفروض يبقى اسمه خاتم جمهورية مصر العربية. احنا الاسياد، اي شعب في العالم بينجح بحكومته، احنا بننجح بشعبنا. والدليل على ذلك سيدنا علي رضي الله عنه قال تكلم حتى اراك،
الإنسان التافه لما بيتكلم محدش بيسمعه. أستاذ وجدي، هنا شهدنا محمد رمضان يدعم الثوار، ولكن في عام 2019 يبدو بأن الموقف تبدل تماما، فكيف رأيت هذا الأمر؟ والله ما عارف أقول لك إيه. الأخت العظيمة الأستاذة فيفي عبده قالت بمصر ذكرت في القرآن يا ولاد الكذا. هو بقى بيقول لك مصر ذكرت في القرآن أكثر من السعودية. ماشي ماشي. وبعدين انت بتناهض نظام، نفس النظام جاي بتأيده تاني. ما هي هي يا جماعة. انا عايز اقول انت قدامك دلوقتي كوباية مية، قمت سايل كوباية المية وقمت ماسح تحتيها وحطيت نفس الكوباية، ايه التغيير اللي انت عملته في الحرية؟ انت النهاردة بتطلب على الحرية، طب اطلع محمد رمضان كده قول كلمة على المجرم السفاح ده، إن ما اتخذت فلوسك. ده احنا لسه شايفين قوي ابو محمد صلاح، كابتن محمد صلاح. نعم. شفنا ابوه بيقول ايه واخبار حاجه، الا تتصاعدون. وبعدين عايز اقول حاجه بقى، الله لما فوق الطور في يناير وقال الرئيس ده يبقى خادم الشعب المصري، خادم مصر زي خادم الحرمين. طب ما ده نفس اللي قاله محمد علي الفنان المقاول محمد علي. صح. قال له انت بتشتغل موظف تماس، تخلص مدتك تاخد مرتبك، تخلص مدتك تاخد معاشك، تتركن يجي واحد تاني. الكلمة للشعب، الكلمة لينا، دي أرضنا ودي بلدنا ودي ودي ودي. طب انت دلوقتي بتحاربوه ليه؟ بتحاربوه ليه؟ يعني إذا كان الموضوع كده انتوا بتحاربوه ليه؟ سبحان الله. والله العظيم الحمد لله ان عندنا ميديا، الحمد لله اللي عندنا حاجات بتسجلها، الحمد لله. انت عارف لما كانش فيه الكلام ده وخبرك مجال، قال لك في يوم من الايام قال لك انا هعمل لك شبكه مواصلات كده. نعم. كده انا بقول فين اللي انت قلت؟ اديني اعمل بعمل التفريعه وفلوس الناس كلها يساهموا ادفعوا وحجلكم الارباح. فين الارباح؟ الناس مسطوله، الناس مسطوله، او بمعنى اصح عايزه تتفطر. بعدين انت جايب لي نموذج محمد رمضان. محمد رمضان النهارده عنده احلى عربيات في العالم، عنده اكثر. نعم. عنده ثروه ما حصلتش. ده بيتابعه ده وبيغني وبيرقص وبيمثل وحاجات كده. عايز واحد زي ده يطلع يقول له انت لا. لكن في ناس رجال خرجت وقالت له انت مجرم، انت قاتل. وناس تنور عليها ناس دي متوجهات اسلاميه. نعم. اذا كان عمرو واكد، اذا كان خالد ابو النجا، اذا كان هشام عبد الحميد، اذا كان غيرهم يعني، واخد بالك؟ نعم. لكن صحيح طلعوا وكان ممكن يقعدوا على، انا اسف جدا معلش، كان لا لا عادي ثواني. نعم براحتك تفضل. الله كان ممكن يقعدوا في مصر اي واحد منهم، اي واحد المشايخ الكلاب الجزم العمم على رمم اللي هم قاعدين في مصر، وكل واحد عمال شايف انتهاك اعراض وشايف الاسلام دي وانتهت وشايف كده، وودن من طين وودن من عجين. طب ما ممكن الشيوخ دلوقتي اللي كانوا بره، اللي مشوا وخرجوا بدينهم وفروا بدينهم، اللي راحوا هنا وهناك، كان ممكن لو قعدوا وقالوا كلمه يدهنوا بيها هذا المجرم، كان كل واحد اللي وزير اوقاف، اللي مسؤول مدير عام اوقاف، اللي في الشيخ ازهر، اللي مش عارف ايه، كان ممكن تعمل حاجات كتيره قوي. صحيح. قالوا لا، قالوا لا. ومش هم بس، كل فنان نظيف، مش هم بس، كل قاضي محترم، مش هم بس، كل ضابط جيش بيقول كلمة حق، مش هو بس، كل ضابط شرطة بيقول كلمة، مش هو، كل إعلام نظيف مش زي المجرمين اللي عادي. قال لك واحد قال لك عايز تعرف مكانك فين وتحب مين، بص شوف أحمد موسى مع مين وخد العكس. والله العظيم يعني هذا الإنسان، مش عايز أقول إنسان، هذا الشيء، واخد بالك؟ والله العظيم انا لا اعلم كيف إن هناك اناس يستمعون له، مش هو لوحده، هو والزمر بتاعه. هم وتجعلون رزقكم انكم تكذبون، فهم بيكذبوا، هم بيكذبوا، وسيظلون هكذا الى ان يقضي الله امرا كان مفعولا، سواء بان احنا بالتمكين ان شاء الله في الارض، ام ننتظر قضاء الله سبحانه وتعالى. وحينما نعرض على الله سبحانه وتعالى عندنا يقين في من سيدخل الجنة، يدخل الله الجنة، وفي من لسه زي ما قال الدكتور محمد عبد المقصود اتكلم على عودة القائم ده،
من امريكا يوم الجمعه. فقال كلام فظيع جدا، قال لا ان انا الناس كلها فاكره ان هو كان يقعد هناك وما يجيش وكان، لا ده ربنا بيرجعه عشان ينتقموا منه ويموتوا اشر اشر. انتوا فاكرين القذافي اتقتل فين واتاخد منين؟ في مواسير زي الجرذان. لكن وان شاء الله اللي قتل واللي حرق واللي بهدل واللي اعدم الناس واللي طفش الناس واللي مستقبل ضيع مستقبل الناس، الله تبارك وتعالى بصير بالعباد. وابدا وما ربك بظلام للعبيد هيقتص، الله تبارك وتعالى بيتغاضى عن كل شيء يرتكب في حقه. اما العبد اذا اجرم في حق العبد فان الله تبارك وتعالى هنا لا يتدخل الله سبحانه وتعالى. نعم بالفعل. أستاذ وجدي اسمح لنا بأن نأخذ رأيك في تلك الصورة التي علق عليها كثير من النشطاء، وهي لحظة استقبال بعض المواطنين المصريين لعبد الفتاح السيسي في المطار. كيف تابعت تلك الصورة والتي تظهر أمامنا الآن على الشاشة ويظهر بها بعض المواطنين؟ رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا بشكل كبير مع هذا الطفل الذي يظهر في الصورة ويرتدي علم مصر وملابس بالية وعليه نظرات خوف كبيرة. كيف تابعتها تلك الصورة أستاذ وجدي؟ والله هقول لحضرتك على حاجة، يعني أولا كان في هناك بعض الرموز كده أنا ما عرفش يمكن مين، يعني مين دول؟ الراجل بتاع الأزهر ده مين ده؟ ده مين ده؟ نعم. والراجل الثاني اللي جاي من الكنيسه مين ده؟ واخد بالك؟ وبعدين هنفضل كل مره نقول بيطلع بالوفد بتاعه يروح امريكا، ينزل الوفد هناك يقفوا قدامه ويصطفوا وينزل من الطياره الثانيه عشان يسلم عليهم، يعني هو بيسبقوا وينتظروه ويرجعوا وينتظروه. وبعدين والله الذي لا اله الا هو يا استاذ علاء، انا في ولد، سيبك من الولد اللي انا شايف صورته ده، انا بقول لك في ولد قاعد بيتكلم مع واحد بيقول لك هم ابراهيم راح يعمل قصور ليه؟ واحنا فين اكلنا؟ ومش عارف ايه 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 ايه. فالاخر المذيع بيقول الولد اللي بيعمل معاه الحوار يعني، قال له معلش ما كله عشان مصر، قال له مصر دي مصر دي بنت تيت. نعم واخد بالك؟ فانا عايز اقول لحضرتك على حاجه، كل هذه الامور يا فنانين يا فنانين يا حساسين يلي طول عمركم انتوا بتفهموا الكلمه وبتدوروا على الكلمه وعلى المعنى والاحساس، لما بتطلع كلمه من بقك بتطلعها شكلها ايه؟ انت لم تلمس في كل هذا ان كل دي سيناريوهات ومعموله، وده مش نهج الشارع ولا نهج الجمهور، وان دول مبرمجين. انتوا ايه؟ انتوا ما عندكمش دم البعد ايه ده؟ طيب أستاذ وجدي دعنا نلقي نظرة على التغريدات التي لدينا والتي تحدثت عن حشد نظام عبد الفتاح السيسي للمواطنين المصريين. عبد العزيز مجاهد كتب لي يقول فضيحة، طب انت وزعت كراتين النهاردة، بكرة وبعد بكرة والأسبوع اللي جاي هتعمل ايه؟ ليه مش فاهم انك انتهيت يا سيسي؟ في التغريدة التالية ايضا التي لدينا والتي كتب بها أحد المدونين وهو أحمد البقري، كتب ليقول وصول عربيات المياه والأكل للنصب التذكاري قبل وصول مؤيدي السيسي، إيه الرخص ده؟ في التغريدة التالية التي لدينا ومن أحمد البقري إلى تدوينة أخرى، في تلك التدوينة الكلام المكتوب عليها استعدادات تأييد الرئيس في مصر، مسرح عند المنصة وكراتين بتوزع على الناس في بور سعيد. كانت تلك هي التغريدات التي تحدثت عن الحشد المؤيد لعبد الفتاح السيسي. أستاذ وجدي أود أن أسألك ولكن يبدو أن الوقت انتهى، في كلمات قليلة ماذا تود أن تقول عن الفنان محمد علي؟ ولكن نظرا لضيق الوقت يعني في أقل من دقيقة. في اقل من دقيقه، اولا التويتات اللي كانت نازله دي البوستات، انا بقول ان في عندنا فيديوهات والناس طالعه بتقول انا خدت 150 و200 جنيه عشان خاطر اعمل كذا. نعم الكلمه القذره اللي بتتقال. نعم. انا على طول محمد علي انا عمري ما شفته وعمري ما تابعته في اي حاجه، بالعكس لقيته مره قدامي كده، لكن نقول له ما له وعليه ما عليه، لكنه حرك الماء الراكب. هو دلوقتي كنت اتمنى ودايما بقول، لكن انا فاتح له دراعاتي وكل المسائرين الثوار فاتحين له دراعاته، لان هو
كان يمكن أن يأتي إلي وقد شعر أنه في يوم من الأيام كان ظالما، فيجي يستغفر ربنا ويستسمحنا. إنما يجي عشان خاطر ظلم فلوس. نعم اتفضل. خلاص المخرج للأسف بيقول لي انتهى الوقت، معلش انتهى الوقت. نعم اشكرك شكرا جزيلا استاذ وجدي العربي على مشاركتك معنا في حلقه اليوم من برنامج رايي، كما اشكركم ايضا احبائي المشاهدين على حسن المتابعه. دمتم في حفظ الله ورعايته، الى اللقاء.